لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة العرب اللندنية، الكاظمي لم يستقر على أسماء حكومته بعد تراجع كتل برلمانية عن دعمه. في البصائر، تحذيرات حقوقية من ارتفاع وتيرة العنف الأسري في العراق. في صحيفة المدى، تطمينات خجولة من الحكومة والبرلمان بشأن تخفيض رواتب الموظفين. في صحيفة الزمان، العراق تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات. في العربي الجديد، تحذيرات من زيادة إصابات كورونا في العراق بعد تخفيف حظر التجول. في الشرق الأوسط، إيطاليا تعلن تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا للمرة الأولى. وفي موقع عربي 21، النفط الأمريكي يهبط 300% ويسجل سالب 37 دولارا للبرميل. السلام عليكم. لم يعطل القتل والاختطاف وتشويه سمعة المنتفضين العراقيين، لم يعطل ثورة تشرين ضد النظام الطائفي الفاسد التي انطلقت من ميادين الاعتصام في بغداد والناصرية وكربلاء والنجف. فهل تتمكن جائحة كورونا من قتل ثورة التغيير الجديد؟ ماجد السمرائي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن قادة الإسلام الشيعي يعتقدون أن ذهاب الثوار إلى منازلهم قد أنهى ثورتهم، لكن تاريخ ثورات الشعوب وانتفاضاتهم يقول عكس ذلك. قد يأخذ الفرح السياسيين مأخذا خياليا بأن ما لم يتمكنوا من تحقيقه بأنواع الأسلحة وبتعدد أساليب القمع لإعادة الشباب إلى بيوتهم قد حققه لهم كورونا بلا ثمن. ثورة تشرين جاءت بعد عقد ونصف العقد من الظلم والاستبداد والفساد، وتعطل الاعتصامات لم يوقف حركتها، بل غير مؤقتا من وسائلها إلى أدوات التواصل الاجتماعي التي كان لها الدور الأكبر في انتصار ثورة الياسمين في تونس وانتفاضة شباب مصر السلميتين. لوجستيا، تراجع الضغط البشري في ساحات الاعتصام بسبب وباء كورونا، لكن الشباب العراقي ما زالت عزيمته قوية، بل أقوى تأثيرا مما كانت عليه قبل قرارات منع التجوال. وواهم من يروج من دعاة الإسلام الشيعي أن انتفاضة الشباب ذات مطالب خدمية لإبعاد حقيقتها كثورة تغيير شامل في الحياة السياسية العراقية. أمام شباب الثورة فرصة ثورية خلال استراحة الحجر لإعادة حساباتهم السياسية من خلال مراجعة هادئة لمسيرة الشهور الستة. أين أخفقوا وأين نجحوا؟ وما هي قدراتهم الحقيقية؟ وهل كانت شعاراتهم جميعاً صائبة وخادمة لمشروع التغيير؟ وهل كانت كل الأصوات الإعلامية خادمة لمشروع ثورتهم؟ أم كانت جزءاً من أساليب المخادعة لإيقاعها في دهاليز الفشل؟ الكاتب يرى أنه في هذه الفترة مطلوب من جميع الأصوات الوطنية ألا تخطئ في الخطابات الإعلامية والسياسية، فتقسو على الثورة بالنقد والتجريح الذي قد يصبح جزءاً من مشروع تصفيتها. ولا ننسى أن أول حاملي سلاح القتل السياسي للثورة هم وكلاء إيران في العراق. قال صحيفة إنديبندنت عربية إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواجه تحدياً جدياً يتمثل بخلافات داخل الأحزاب الشيعية حول طبيعة المشاركة في حكومته وجدوى فرضية حريته في تسمية مستقلين لشغل حقائب وزارية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على نتائج المشاورات الأخيرة إن الكاظمي يتلقى إشارات علنية وسرية متضاربة من الأحزاب الشيعية بشأن رغبتها في المشاركة مباشرة في حكومته. بينما تتحدث القوى السياسية الشيعية علناً عن ترك الخيار كاملاً للكاظمي في اختياره مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية المخصصة للشيعة، تقول مصادر إن هذه القوى
تحاول فتح خطوط مفاوضات سرية مع رئيس الوزراء المكلف للتفاهم على الأسماء المقترحة للدخول إلى الكابينة. كذلك تقول المصادر إن 6 من أصل 7 قوى سياسية شيعية معروفة سبق لها أن أعلنت تخويل الكاظمي في اختيار وزرائه، وطلبت منه سرا أن يستوزر أحد أعضائها أو مقربين منها، وبعضها ربط بين تحقيق هذا الشرط وتصويته للكابينة الجديدة في البرلمان. وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي يعبر عنه المقربون من المكلف بشأن إمكانية مرور كابينته عبر البرلمان، تتقاطع حاليا التقديرات فيما يتعلق بموعد جلسة منح الثقة. فحتى نهاية الأسبوع الماضي كانت التقديرات تتجه إلى أن عقد جلسة منح الثقة يمكن قبل حلول شهر رمضان الذي يفترض أن يبدأ يوم الجمعة المقبل 24 من أبريل نيسان 2020، لكن الحالة تغيرت منذ بداية الأسبوع، وبدأ الحديث يدور عن الحاجة إلى وقت إضافي لحسم المشاورات. وتختتم الصحيفة بالقول إن تجنب القوى الشيعية الحديث العنني عن حصصها أو عن حصصها في الحكومة يرتبط بمخاوفها من إثارة الشارع ضدها مجدداً بعد موجة الاحتجاجات الكبيرة التي أطاحت بحكومة عبد المهدي ولم تتوقف إلا بسبب جائحة كورونا. كما كان الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق ضرورة مهمة لمصالح واستراتيجية الولايات المتحدة، ولم يكن أمام صانع القرار في البيت الأبيض سوى المضي فيه، فإن المقاومة العراقية التي انطلقت سريعا لتواجه ذلك الغزو كانت ضرورة أيضا ولم تكن اختيارا. هذا ما أشار إليه مثنى عبد الله بمقاله في صحيفة القدس العربية. لقد أدركت المقاومة أن الغزو كان مرحلة ذروة في الاستهداف من بعد سنوات الحصار والضربات الجوية اليومية طوال عقد التسعينيات، ولأن الغزاة عقدوا العزم على الاحتلال وبات حقيقة ملموسة على أرض الواقع، لذلك كان الإصرار على انطلاقة المقاومة لإبقاء جذوة الرفض مشتعلة في النفوس ولتعزيز الأمل في أن شعب العراق لن يلين أمام القوة الجبارة التي يواجهها. لقد كان أمام المقاومة مسرح واحد لا غير، وكان عليها أن تظهر كل بطولتها عليه مدفوعة بخوف مشروع على الإنسان في العراق وقيمه ومسلماته الروحية. كان هنالك إدراك واع أن الغزو أقسى هزة يمكن أن تتعرض لها شخصية الإنسان، لذلك كان لابد من وجود مصدات تعرقل هذا الموج الجارف، تدميه، تمرغ أنفه في التراب، تهين آلته العسكرية وتكسر أسطورة القوة الأولى في العالم. وإذا كان الغزاة قد اندفعوا إلى العراق من واقع أهميته الجغرافية والثروات الطبيعية فيه، فيقينا كانت نظرتهم أحادية الجانب ولم تتلمس عناصر القوة الأخرى التي فيه وهي البعد الشعبي، في حين تلمس عقل المقاومة الوطنية هذا البعد المهم لإيمانه بأن الشعب العراقي لم يكن يوما متوانيا عن الجهود المبذولة من الآخرين في صناعة أنماط التغيير التاريخي. الكاتب يرى أن الأهمية التاريخية لأي حدث تكون أكثر وضوحا بعد فترة أطول من الزمن. اليوم وبعد 17 عاما من الاحتلال من احتلال العراق، تبدو لحظة الشروع بمقاومة المحتل الأمريكي بأنها كانت عصر التنوير الذي فجر الروح الوطنية، ولأنها كانت زلزالا فإن فعلها لن يتوقف في حدود آنية. فساحات التي غصت بشباب الوطن الرافعين معاول هدم العملية السياسية إلا واحدة من ارتداداته. لا يوجد شيء مستحيل الحدوث في عالم الاقتصاد ما دام مرتبطا بسوق عالمية تتأثر بالحروب والأزمات والكوارث، والدول الكبرى كالولايات المتحدة صاحبة احتكارات عظيمة في مجال الطاقة ومساراتها تستطيع أن تنهض بسرعة من نكسة أصبح فيها سعر النفط لا يساوي شيئا بل عليك أن تدفع لكي تبيعه. فاتح عبد السلام يتساءل في صحيفة الزمان، ماذا سيفعل العراق أمام الانهيار الذي ضرب أسعار النفط العالمية؟ الدول التي اقتصاداتها كالبقالات
لها دخل يومي لا ظهير له ولا سند مثل العراق. من الممكن أن ينهار كل شيء في لمح البصر لو تعرض سعر النفط لانهيارات عظيمة لا توجد في الحسابات التقليدية في بغداد. فما زال سعر النفط العراقي ضمن أوبك بسعر منخفض لكنه ليس معدوما. هذه مناسبة لنعيد فيها القول إن الأهم من النفط هو استثمار عائداته وعدم تركها تذهب سدى في مجرى الاستهلاك اليومي للرواتب ومصاريف الدولة التي لا تعرف الترشيد والتقشف إلا في الكلام أو في مواقف معينة. التفكير بحماية مصادر الطاقة قد يكون شأناً محلياً غير دولياً في يوم من الأيام، ومن هنا يجب أن تكون عملية إنتاج النفط كافية لقيام صناعات محلية وسد الحاجة الاستهلاكية لجميع مجالات العمل والحياة، وجعل الاستثمار النفطي هو مصدر العملة الصعبة لمساندة العملة الوطنية ومواجهة التضخم وليس سعر النفط المجرد. إلى متى يبقى العراق من دون مصفات للنفط بعد تدمير مصفات بيج العملاقة في الحرب ومن ثم نهب المصفات وبيعها؟ وهل يجوز أن يعجز البلد عن بناء المصافي ويستورد المشتقات النفطية من الخارج وبعد ذلك نظل نقول إنه بلد نفط؟ الكاتب يقول: ما أكثر المشهد تعاسة، بلد نفطي ليست فيه صناعة ويستورد المشتقات لتوليد الطاقة الكهربائية والاحتياجات اليومية للناس. بعد قليل سنطوي عقدين من الزمان لفترة ما بعد الحصار على البلد، لكن هل نستطيع مواجهة استحقاقات الإفادة من ثروة النفط للبناء والإعمار وتأسيس القاعدة الصناعية لجيل مقبل قد يرى النور في نهاية النفق بدلا عنه؟ السعر الحقيقي لأسعار النفط حاليا هو صفر. نعم، أصبح النفط يوزع مجانا من قبل المنتجين في مقابل التكفل بأجور نقله فقط إلى وجهته النهائية، وهذا هو أسوأ انهيار في أسواق النفط على مر التاريخ. محمد عايش يوجز أسباب انهيار أسعار النفط في مقاله بموقع عربي 21. أولاً، أزمة الحصة السوقية التي أدت إلى حرب أسعار انتهت بإغراق الأسواق بالنفط الذي يضخه المنتجون، حيث أن اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه سيبدأ العمل به اعتبارا من بداية شهر أيار المقبل، أما الاتفاق السابق فانتهى العمل به في 31 من آذار الماضي، ما يعني أن شهر نيسان كان كفيلا بإغراق الأسواق بالنفط. ثانيا، أزمة كورونا التي أدت إلى ركود عالمي وتراجع الطلب العالمي على النفط، وهذا يجعل من اتفاق أوبك بلس الذي سيؤدي إلى خفض الإنتاج بواقع 9 ملايين برميل يوميا اتفاقا لا قيمة له، ذلك أن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع الطلب على النفط بواقع 29 مليون برميل يوميا، أي أنه لا يزال ثمة فائض في المعروض بواقع 20 مليون برميل يوميا. ثالثا، الأزمة الجديدة التي تلوح في الأفق حاليا هي أزمة التخزين، حيث تبين أن منتجي النفط ليس لديهم قدرة على تخزين فائض إنتاجهم وإنما يعتمدون على البيع المباشر، وهذا دفع المنتجين إلى أن يتسابقوا على عرض ما لديهم من نفط للبيع بأي سعر، لأن تكلفة التخزين ببساطة أصبحت أعلى من سعر النفط في الأسواق. وبحسب الكاتب فإن هذه الأسباب الثلاثة هوت بأسعار النفط وقد تهوي سريعا خلال الأيام القادمة، وصولا إلى تعطل الإنتاج في العديد من دول العالم التي ستجد أن تكلفة استخراج النفط أعلى من سعره في السوق، وعليه فإنها قد توقف منشآتها طوعيا وتقوم بتسريح آلاف العاملين في هذا القطاع. نشر صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا لمراسل الشؤون الصحية بيتر بيمونت بعنوان: هل ستكون هناك موجة ثانية لوباء كورونا؟ يقول الكاتب فيه: إنه في الوقت الذي بدأت بعض الدول التفكير في تخفيف إجراءات الحظر الصحي والإغلاق الاقتصادي، أعربت بريطانيا وألمانيا عن مخاوف من اندلاع موجة جديدة لهذا الوباء. الكاتب يوضح أن الأوبئة التي اندلعت في السابق شهدت أنماطاً مختلفة مثل وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي تفشى عام 1918 وقتل أكثر من 50 مليون شخص،
ويشير الكاتب إلى أوبئة أخرى من الإنفلونزا بينها إنفلونزا الخنازير عام 2009 الذي كان بدأ بموجة أولى في شهر نيسان ثم موجة ثانية في الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي. ويضيف الكاتب أن دارسي هذه الأنماط من التفشي الوبائي يستخدمون نماذج محاكاة تراعي عدة شروط، بينها أساليب استخدام اللقاحات وسلوك الفيروسات وممارسات السلطات المحلية في مواجهة الوباء، علاوة على السلوك المجتمعي ونسب المواطنين الذين يحصلون على مناعة من الأوبئة ويطلق عليها مناعة القطيع. ويشير الكاتب إلى أنه بالرغم من اختلاف أنماط تفشي الأوبئة في الموجة الثانية إلا أن هناك دوما مخاوف مشتركة، حيث أن الموجات الثانية للتفشي تشهد عودة الأوبئة لإصابة البشر بشكل سريع. ويقول إن الإنذار الأول جاء من سنغافورة التي تشهد تصاعدا سريعا لعدد المصابين بالوباء رغم الثناء العالمي الذي نالته بعد تصديها السريع والفعال للموجة الأولى، كما حدث الأمر نفسه في الصين التي تمكنت من القضاء على التفشي الأول في مقاطعة هوبي، لكنها الآن تشهد تفشيا للوباء في مقاطعات الشمال. الكاتب يرى أن الموجة الثانية من كورونا ستحدث بشكل أوضح بالتزامن مع تخفيف إجراءات الحظر، وهذا يحدث عندما يشعر الساسة والمواطنون بالإحباط من هذه الإجراءات ويتمردون عليها، ما يدفع الحكومات لتخفيف إجراءات العزل وبالتالي يعاود الفيروس التفشي. تمكن علماء برتغاليون أخيراً وبعد أبحاث مضنية من حل لغز عمره 1000 عام يتعلق بنوع الحبر الذي استخدمه الإنسان في كتابة مخطوطات العصور الوسطى والمخطوطات القديمة جداً قبل نحو 1000 عام. وأشار صحيفة القدس العربي إلى أن الحبر المسمى الفوليوم الذي يجمع بين اللونين الأزرق والأرجواني يستخرج من نبتة تسمى كوروزوفوا تيكنوريا، وهي عشبة صغيرة لها أوراق خضراء مائلة إلى اللون الفضي وتنبت في إحدى قرى جنوب البرتغال، كما أنها موجودة في دول حوض البحر المتوسط. وقالت الباحثة في مجال المحفوظات التراثية ماريا جواوا ميلو إنه من بين جميع الأصباغ المستخدمة في العصور الوسطى الفوليوم هو الوحيد الذي لم يكن تركيبه الكيميائي معروفاً، وقد تم استخدامه في كتابة المخطوطات النادرة والثمينة، كما تم استخدامه في مجال صباغة الملابس في فرنسا، كما استخدم لصبغ قشرة الجبن في هولندا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.